البهجة بعيد الفطر تعود والعادات والتقاليد تزين المدن التونسية. جامع صاحب الطابع بباب سويق بالعاصمة لبس بدوره حلة العيد، وأقيمت فيه صلاة العيد وسط استبشار من التونسيين بعد سنتين من الانقطاع بسبب كورونا. إن شاء الله ربي يبقى على تونس والأمة الإسلامية كل الستر، إن شاء الله كل عام والأمة الإسلامية كلها بخير. ربي ارحمنا وعودنا تقبلنا اليوم بعدنا صلاة العيد وعملنا خرجة لمصلي على النبي. خرجة العيد التي تميز صباح عيد الفطر المبارك بالبلاد التونسية عادت لتسجل حضورها أيضا. يما عن الفقهاء القدم معناها كانوا يعملوا خرجة يسبيركوا بها هذيك، فهمت؟ تحفل معناتها في رمضان وفي العيد، هذيك هي جونا. إن شاء الله عامنا مبروك وربي يجلي علينا الأمراض والبلاء والقضاء. عيد الفطر أو العيد الصغير كما يسميه التونسيون، خرجت الفرحة به إلى المساجد والأماكن العامة والساحات بعد احتجابها لمدة سنتين بسبب وباء كورونا، وكان فرصة للعائلات التونسية لإحياء جملة من العادات والتقاليد إحياء لهذه المناسبة الدينية. يطلق التونسيون على عيد الفطر تسمية العيد الصغير، فهو عيد الأطفال تقدم لهم المهبة في شكل مبلغ مالي، وتكرم المرأة نظيرة عبها تيلة شهر بحصولها على حق الملح في شكل قطعة ذهبية أو فضية. العيد فرحت مشيت البابيدال تفرجنا في الحيوانات الأليفة. تم هزيت الوالدة وهزيت أولادي وراجلي ومشينا عملنا دورة وشيخوا وتفرهدوا. ولادي يعني يبدأوا يستنوا في العيد باش يخرجوا يحوسوا يبدوا فرحانين ويعملوا جو ويحبوا يشريوا اللعب. فرحة العيد هذه السنة لم ينغصها سوى الوضع المتأزم في البلاد وغلاء الأسعار الذي أرهق جيوب العائلات التونسية.